قال رم نساء في إطار الزيارات الميدانية اللي نقوم بها على المستوى الوطني وفي شهر رمضان المعظم اليوم في على مستوى ولاية الجزائر العاصمة نتفقد يعني البرنامج الخاص بالشهر الكريم بالنسبة لقطاع التضامن الوطني. شفتوا أنه كانت فيه وقفة في دار الإمام التابعة لوزارة الشؤون الدينية للوقوف على تعليم كبار السن حفظ القرآن الكريم وخاصة النساء. كذلك كانت فيه وقفة فيما يخص السوق التضامني الخاص بالمرأة المنتجة ليدخل في إطار البرنامج القطاعي المشترك لدعم انخراط المرأة الماكثة في البيت والريفية في الإنتاج الوطني. علاقة المجتمع المدني بالقطاع علاقة تفاعلية كبيرة جدا، مبنية على بعد تشاركي، على مقاربة تشاركية، وشفت اليوم عدة عينات اللي في الحقيقة تشجع، خاصة تأطير المجتمع المدني من خلال الأسر المنتجة اللي هي في الحقيقة آلية من آليات الإدماج الاقتصادي، وهذه مهمة جدا. استمعت كثير خاصة النساء اللي عندهم جهد كبير، التزام وبادروا، ما بقوش يسناو الآلية. الآن لابد ربما ترافق من خلالنا كمجتمع مدني، مرصد الوزارة وقطاعات أخرى، هي كيفية تحفيز وتشجيع أكثر، خاصة في الموضوع تاع التسويق، المنصات الإلكترونية، حتى يصبح العمل تاع الجمعيات كما عبرنا عليه عدة مرات يخرج من نمطية الكلاسيكية تاع الأنشطة إلى أنه يولي عنده فعلا تأثير إيجابي على حياة الناس، وبالخصوص على الناس اللي في الجمعيات المجتمع المدني، يولي عندهم الآلية تاع الإنتاج اللي تسمح لهم باش يديروا مشاريع من شأنها أنها تدير بالنفع عليهم كأفراد وعلى المجتمع تاعهم.